مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ يا رب تكونون بصحة وعافية. اليوم راح نسوي كيكة قدرة قادر. طبعا هاي المكونات عندي بس أكيد حصير هوسة عليكم. احنا شو نسوي بالبداية؟ أقول لكم بس مقادير الكراميل مالتها، إنه 1 كوب شكر نسويه على النار. بس أشوفكم إياه شلون نسوي. والكريمة مالتها 2 كوب حليب، بنص كوب سكر، 4 بيضات، خاشوقة صغيرونة، وفانيلا. حبدي بشغلة شغلة أسوي لكم إياها وأكتب لكم إياها المقادير مالتها على مود لا تصير هوسة عليكم. فابقوا وياي، نبدي بالكراميل ونرجع نكمل وراها الكريمة، وورا الكريمة نسوي الكيكة. فابقوا وياي، خلينا نبديها. الكريمة 4 بيضات، بكوبين حليب، بنص كوب سكر، وبخاشوقة صغيرة مال شاي، وفانيلا. نخلطهم كلهم سوا ونضيفهم فوق الكراميل. ابقوا وياي. أصدقائي رجعت لكم. هسه نسوي أخير مرحلة، مرحلة الثالثة. عندنا 2 كوب طحين، بنص كوب حليب، بكوب سكر، نص كوب زيت، 3 بيضات، بخاشوقتين كاكاو، وملعقة كوب فانيلا وبيكنج باودر. أنا الكاكاو هذا استعمله اللي هنا أنا موجودين في فنلندا، هذا كلش حلو لونه يطلع كلش قوي الجوزي مالته. وهذا الحليب المايتو، اذا مو هذا تقدرون، اذا مو سائل تقدرون تحطون اللي هو هذا طوز، هذا اللي باللون الاخضر، اكو اخضر واكو ازرق اللي هو دسم ومو دسم. فخلونا نبدي نخلطهم سوا ونرجع لكم بالمرحلة الأخيرة اللي هي نديرها فوق الكريمة. ابقوا وياي. Thank you.
رجعت لكم ورا ما خلصتها. هسه نديرها. طبعا العجينة ما احكي لكم صارت نوتيلا. هسه نديرها. هنا اصدقائي ولا ما خلصتها نسوي لها حمام اللي هو نسوي لها حمام بخاري. جبت هذه ولا ما حميناها نضيفه للنص. قبل ما نحطه بالفرن ما حطيت النص. طبعا هنا انا اكو فد فقره اللي هي الخل. نحط فد ملعقه او ملعقتين من هذا الخل بالمي على مود طبعا شوي على مود التبسي مالتنا اللي بي مي والقالب ما يصير اسود. فلهذا نحط فما عليه شيء. من نطلعه اشوفكم عليه شلون ما صاير اسود. انا هنا قبل ما اسوي الكيك علقت الفرن. الفرن تعلقوه على 170 على مود على كيفها تستوي. وتطول الكيكة بي 45 دقيقة و 40 دقيقة. فخلونا نخليها ارجع لكم مره 45 دقيقه او 40 دقيقه. ابقوا وياي. وهاي رجعت لكم اصدقائي توني طلعتها من الفرن. هسه نعوفها تبرد. هاي نفس ما قلت لكم ما صاير الحد اسود ولا صاير بيه شي تبسي بسبب الخل اللي خلينا. بس نخليها تبرد ونخليها وراها ورا ما تبرد نخليها بالثلاجة بالقليل 3 ساعات 4 ساعات ولا تبقوها ليلة كاملة من بعد احسن. فتبرد ونخليها بالثلاجة ومن نقلبها اصور لكم اياها. ابقوا وياي. شكلها النهائي. جربوها وكتبوا لي بالتعليقات. وسهمكم العافية ومع السلامة.